ألف مبروك لصناع السينما وألف مبروك للصحافة والإعلام. مهرجان القاهرة السينمائي ده مهرجان ومحفل دولي لازم كلنا نبقى بنحتفل بيه، مش بس يعني الصناع أو الناس اللي ليها علاقة بمجال السينما، لأن دي وجهة لمصر في النهاية، وفي ضيوف أجانب وفي وفود أجنبية موجودة، ودي رسالة للعالم كله بتقول إن مصر بخير وإن السياحة بخير وإن إحنا بنعمل مهرجاناتنا بشكل دوري بشكل عادي جدا بعد سنتين من التوقف وبعد سنين صعبة، فإن الأوان إن إحنا نعمل مهرجاننا ونحتفل بيه بشكل طبيعي. ما نتكلمش عن الفستان. فستاني ما لحقتش للاسف اي مصمم ازياء مصري لاني كنت مسافره، فهو يعني فستان اسباني لمصممه اسمها روزا كلارا، ويعني هو ده اللي لحقت عشان كان في تخوف ان المهرجان هيقام او مش هيقام، الدعوه وصلت متاخره، كنا متشككين مش متاكدين اذا كان هيقام فعلا ولا لا، بس الحمد لله هو بيقام ودينا موجودين وبنحتفل، ويعني ما شاء الله الحضور كبير اهو. بالظبط، عايز اسالك في حضور النجوم الشباب كمان. والله انا يعني انا شايفه داليا البحيري دلوقتي، شايفه محمد رمضان متواجد، يعني على مرمى البصر كده اللي شايفاهم، يعني في فنانين وفي ناس لسه يعني بتحضر، وفي جوه ناس دخلت بالفعل، فطبعا يعني شيء طبيعي انه لازم نكون موجودين، ده المهرجان بتاعنا مش بتاع حد تاني. يعني السنه دي يعني المهرجان بتاعنا طول السنين اللي فاتت كان بتاعنا. لا بس هو يعني دايما الشباب هم عماد السينما، يعني الشباب هم في الهرم السينمائي، الشباب هم القاعده العريضه للسينما، لانه هو ده المفروض، والاساتذه الكبار طبعا اساتذتنا، يكفينا شرف ان احنا بنتواجد في ليله تكريم زي الفنانه ناديه لطفي السنه دي وتكريم الراحله مريم فخر الدين، ويكفينا شرف الوقوف بجانب نجمه كبيره زي الفنانه يسرى في رئاسه لجنه تحكيم مصريه